مساء الخير، مساء النصر. مساء الخير، مساء النصر. الزمالك بيفوز على فريق سيراميكا بثلاثية مقابل هدف واحد في كأس الرابطة، وأول فوز، أول فوز. انتظر دخول الناس. رغم الفوز عندي كلام مهم جدا عايز أقوله. رغم الفوز عندنا رسالة مهمة جدا عايزين نقولها. ببارك طبعا لجمهور نادي الزمالك. ده الزمالك وقت الجد، ده الزمالك وقت ما بيفكر يلعب، ده الزمالك وقت ما يكون في حافز، وقت ما يكون في دافع، وقت ما يكون في اي حاجه. ولكن انا حزين حقيقي، حزين جدا. فوز بلا قيمه، فوز بلا قيمه، بلا اي حاجه. حبيبي حماده، مساء الفل عليكم جميعا يا جماعه. حقيقي انتصار بلا هدف، انتصار بلا اي حاجه. يعني انا كان نفسي الزمالك يكسب النهارده، يكون بينافس على كاس الرابطه، يكون في اي نيه، في اي دافع لاي حاجه، ولكن اصبح الفوز اصبح بلا اي دافع. وده ان دل يدل على حاجه مهمه جدا يا جماعه. اللعيب الزملكاوي المزاجنجي. ايه الجمله دي يا اسلام؟ هي بتتقال على بعضها كده. اللعيب الزملكاوي المزاجنجي. واحد يجي يقول لي انت قلت امبارح بالدراسات والاستنباط الزمالك هيكسب 3-0، اقول له اه. طب انت توقعت الثلاثيه منين؟ انا عارف لعيبه الزمالك، انا حافظ لعيبه الزمالك. ما هو اللي ربى خير من اشترى يا جماعه، اللي ربى خير من اشترى. دي لعيبه فرقتي وبقالي 30 سنه بشجعها، حافظ الفرقه وعارف ميكانيزم الفرقه وكميه الفرقه، وبعرف الفرقه ماشيه ازاي. يعني انا عارف الميكانيزم ماشي ازاي، وعارف التركيبه ماشيه ازاي. هو لعيب الزملكاوي طول عمره كده، طول عمره كده. وقت ما تيجي تقول انا محتاجك يقوم ضارب غطس، محتاجك. يجي يقول لك بالعين دي، قبل العين دي تلاقيه خسر. تيجي تقول له انا فقدت فيك الامل، يكسب بسكور. ما هو ما تستغربش، هو ده حقيقي. انا محتاجك، حاضر، يوم خسران. خلاص انا فقدت الامل فيكم، يوم كسب سكور. وعارف انت اللي هو ودنك منين يا جحا؟ بدل ما تقول له من هنا، لا يقوم عامل لك كده اهو، دي ودني. يا ابني طب ما تكسب من الاول يا ابني، يا ابني طب ما تنافس على الدوري يا ابني، طب نافس على كاس الرابطه يا ابني. يجي يقول لك ما انا بنافس يا جدع، انا بنافس، لكن لازم. هو مكتوب عليك كده الضغط، مكتوب عليك التوتر، مكتوب عليك كل الكلام ده. ليه؟ لان هم ماشيين خلف خلاف. الجمهور عايز البطوله، يوم خسرانينها وخسرين الماتشات المهمه ويزنقك. حتى في كاس بطوله الكونفدراليه لو انتم فاكرين، خسر كل الماتشات اللي في الاول. يا ابني انت عايز تشلنا ليه؟ وجاب يا عيني واحد من جمهور نادي الزمالك لو انتم فاكرين، ذكرياته عمرها ما تتنسي، قعد يحسب المواجهات المباشره ونعمل ايه ومين يروح فين ومين يا ما اعرفش يحصل ايه، ويدوع اشتغل اللي هو البطوله الكونفدراليه. وفي النهاية كسبنا البطولة. ولكن ليه بقى؟ ليه 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 العقربة دي؟ ليه 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 التنشانة دي؟ ليه؟ ليه التركيبة بتاعت اللعب عندنا بتوصل لمرحلة من التوتر؟ ليه ما تبقاش سالك؟ سالك؟ ليه ما تبقاش رايق؟ ليه ما تريحناش وتريح كل المشجعين ونبقى حلوين كده وجمال ولطف وعسليات والدنيا لطيفة؟ لا، لازم ايه؟ او مكهرب لك الدنيا. في برضه الدوري نفس الكلام. حتى في بطولة افريقيا بتاعت النهائي اللي الاهلي كسبه قدام فريق كايزر السندوتشات، نفس الفكرة. اكسب الترجي في مصر، ابدا يا جدع، ده انت لو كسبته هتطلع مركز اول. يعني لو كسبته خلاص ضمنت الصعود، يعني مفيش اهيف من كده اهو. اكسب الترجي في مصر، في مصر تاني يا اسلام، فين؟ في مصر. وده كان امل يريحك جدا. لا لا والله ما كسبانه. طب اتعادل معاه نقطة تفرق، علشان مثلا نلعب نستنى أي حاجة تحصل. والله العظيم ما يحصل أبدا. أنا مش هكسب الترجي ولا اتعادل، أخسر 1-0 يا ابن الله يهديك. على ما هو كده هخسر 1-0، وفي الآخر خسر. وروح يكسب الملودية اللي هو الماتش الأصعب، يروح يكسب الملودية في الجزائر، يكسب الملودية في الجزائر وما يكسبش الترجي في مصر ولا حتى يتعادل. وفي النهايه كنا مستنيين الترجي والملوديه هديه بقى، ان الملوديه يكسب، ولا ان قصدي الترجي يكسب الملوديه عشان هنصعد. فهي تركيبه، هي تركيبه.
بنقول مبروك طبعا، احنا سعداء جدا، مبسوطين جدا، اللهم لك الف حمد وشكر جدا جدا. ولكن هي لوغاريتمات. انا بمنتهى الثقه قايل امبارح الزمالك هيجيب ثلاثه، وقلت الزمالك يعزف اجمل الالحان، البوست موجود ممكن ترجع وتبص عليه. كان عندي ثقه كبيره جدا ان الزمالك هيكسب، من ناحيه هيكسب هيكسب، لان هو ده الزمالك، لان هي دي اللعيبه. يا اسلام ما احنا خسبانين، يا اسلام بتهاجمهم ليه؟ مش بهاجم، انا بهاجم التركيبه اللي احنا عايشين عليها بقالنا كتير وبنعاني. عايز يبقى المستوى كده في الحاجات المهمه والحاجات اللي مش مهمه. ما تلعبليش وانت مش تحت ضغط تكسب بالثلاثه، اهو ضمننا ان احنا عارفين ان انت لعيب كويس وعندنا لعيبه جامده، بس وقت ما انت تكون رايق كده ونايم في العسل ما اقدرش اعتمد عليك، ما اقدرش اعتمد عليك وقت الجد. يعني سيراميكا مش فرقه ضعيفه، ده اقوى من فاركو. لما انت سيادتك تخسر من فاركو 2-0 وتكسب النهارده سيراميكا 3، يبقى انت قاصد تجنن اسلام علوي، يبقى انت قاصد تتعبني، يبقى انت قاصد تضايقني، يبقى انت قاصد تعشمني. حقيقي قاصد تضايقني، قاصد تعصبني، قاصد تعشمني. ما انت نفس الفرقه، ما انتوا نفس اللعيبه، ما انتوا نفس البني ادمين. تخسر من فاركو 2 تروح تكسب سيراميكا، وتخسر من غزل المحله 3 تروح تكسب سيراميكا 3، كلام مش منطقي ونتائج مش منطقيه واداء مذبذب شويه فوق وشويه تحت، حاجه غريبه جدا. ولما بقى شويه فوق بعد البطوله ما خلصت، بقى شويه فوق بعد البطوله ما خلصت، طب ما كان فين الكلام ده؟ كان فين الكلام ده؟ كان فين الحلويات دي يا اوباما؟ كان فين الروقان دوت يا سيسي؟ مش كده يا جماعه؟ هم كده، حماده بيقول لي هم كده بس بنحبهم برضو اكيد. تحياتي لك اسلام علوي من زملكاويه الاردن استاذ جمال، تحياتي لكم جميعا، الف مليون مبروك يا غالي، مليون مبروك يا عمر، تحياتي لكم كلكم. ولكن تساؤلات، لابد ان لعيبه الزمالك دلوقتي وهي داخله غرفه خلع الملابس تفكر انها هي اللي عملت كده، وانها دايما بتركب اخر عربيه في القطر، تركب في السبنسه. البطوله بتبقى خلصت وانت بتبقى متشعبط وعامل فيها دور بطولي. طب والله العظيم انا بعد ما فرحت اتضايقت. ايه يا عم اسلام؟ والله العظيم بعد ما فرحت اتضايقت، ان انا فرحه بلا اي قيمه. يعني عارف انت فرحه بلا اي دافع ولا في اي حاجه. كسبت 3-1، ايه؟ طب انا رايح فين؟ هاخد البطوله؟ لا. هاخد مركز تاني؟ لا. في حاجه هعملها؟ لا لا، بس احنا كسبنا، كسبنا هنعمل ايه بالمكسب؟ استعادة الثقة، الثقة ما هي أصلا كانت موجودة، وإحنا فقدناها ليه؟ إحنا فقدناها ليه أساسا؟ يعني إيه استعادة الثقة؟ ده أنا واحد أول الدوري بالتساوي مع النادي الأهلي، أفقد الثقة ليه أصلا؟ وأفقد الثقة من مين؟ من فاركو غزل المحلة كل احترام والتقدير؟ وبطولة أول مرة تتعمل، كان نفسنا إن الزمالك هو اللي يفوز بيها. فأنا مش عارف أنبسط ولا أفرح ولا أتضايق، بس أنا بيني وبينكم بصراحة اتضايقت أكتر. لان انا اتاكدت ان انتوا عندكم امكانيات وتقدروا تكسبوا. امال ليه بقى في الماتشات ده؟ ليه بقى؟ ليه بقى ارفع ضغط اسلام علوي الغلبان؟ ليه كده؟ ليه بقى فاركو وغزل المحله والحاجات دي بقى؟ ليه؟ ليه احنا مش عندنا اعصاب للكلام ده؟ مش عندنا احنا اعصاب ليه؟ ليه 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 تيجي على اخوك؟ ليه تتعب اخوك؟ ما انتوا بتعرفوا تلعبوا كوره اهو. ليه في الحاجات المهمه ما مش فاهمها؟ ما معرفش حاجه، انا الكوره يعني ايه كده؟ يعني ايه كوره؟ تحس ان هم ما فيش حد فاهم يعني ايه كوره. وقت خلاص لما انا اقول لك خلاص اعمل اللي انت عايز تعمله تكسب بسكور، وانت مش عايزني ما اتفرج، يعني انت عايز ما اتفرجش عليكم؟ يعني انتوا عايزين ما حدش يتفرج عليكم عشان تعرف تلعبوا؟ انتوا عايزين ايه؟ يا عم عادي والله، كفايه 90 دقيقه علينا، 90 دقيقه ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ مش عايزين حد يتفرج عليكم عشان تكسبوا؟ ولا نقول لكم احنا مش عايزين البطوله؟ لا، متضايق والله، متضايق والله، متضايق لانه فوز بله قيمه، لانكم بتعرفوا تلعبوا كوره اهو. ما انتوا عندكم كوره، ما انتوا فاهمين كوره. والواد سيسي بيفلق، طب ما كان فين التفليق دوت؟ وكان فين المهارات ديت؟ وكان فين الحلويات ديت قدام المحله وفاركو؟ كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ حماده بيقول لي كل الدعم يا اسلام، من اكتر الناس اللي بتحبك والله حبيبي يا محمد. يا حماده حاجه تحزن وحاجه تزعل
وكان قرار الاداره بخصم 250 الف جنيه من كل لاعب، والله العظيم قرار حكيم. ده العيال عندها المهارات ومخبياها، عندها المهارات ومخبياها. يعني ايه اسلام معاها المهارات ومخبيها؟ ايوه مش عايز تطلعها. كل واحد تحس ان هو يعني ايه كوره؟ كوره انتوا بتلعبوا كوره؟ أيوة كله سرح من ملكوت الله. طب ما انتوا النهارده اهو فهمتوا يعني ايه كوره، طب ما انتوا النهارده جبتوا اهداف، طب ما انتوا النهارده ابدعتوا. فين الكلام ده من بدري؟ كنتوا فين؟ صحيناكوا بدري يوم الماتشات؟ ما كنتوش عايزين تنزلوا؟ مالكوش مزاج تلعبوا؟ لا انا متزعلان، زعلان جدا، زعلان جدا انه فوز بلا قيمه، وان اللعيبه دي بتلعب بمزاج، وقت ما تحب تلعب بتلعب، وقت ما تحبش تلعب ما تلعبش. وما ينفعش الكلام ده، والله العظيم ما هينفع، لان ما عادش عندنا صبر خلاص. طب بقى تكسب لي بمزاجك وتتعادل لي بمزاجك؟ سامح بيقول لي اهدى يا اسلام. حاضر يا سام. ايه ده فرق 2 بقى سكور؟ اه فرق 2 بقى سكور. قول لنفسيكوا ما هو كان 5-3 سميتوها سكور. هو انت يا ابني بتفصصوا الكلام بمزاجكوا؟ يبقى نيجي نقول 3-1 يجي يقول لك مش سكور، تيجي تقول له 5-3 يجي يقول لك مش سكور. ما هي نفس الفرق 2 برضو، ما هو نفس الفرق 2. هقول لك ايه، هقول لك ايه، ابو 3 ابو 3 ده واحد من بتاع الاغنيه بتاعه السعوديه. يلا خير يا جماعه، الحمد لله على المكسب. فوز بلا قيمه، ولكن الحمد لله بنحمد ربنا على المكسب وخلاص لحد ما نشوف. سهيب بيقول لي اسلام انا عرفت مين ميسي انشرح. كويس تمام ماشي يا سهيب. لؤي ده الخصم جاب نتيجه بالظبط والله. كسبتوا ماتش هيخربوا الدنيا. بالعكس احنا متضايقين ان احنا كسبنا، مش متضايقين ان احنا كسبنا، احنا متضايقين ان احنا عرفنا اللعيبه دي بتكسب بمزاجها وقت ما هي ليها شوق تكسب، ومش ما استفدناش حاجه يعني. يا عم والله احنا نشوف الزمالك ده. اديهم يا سمسم منهم لله، ربنا يهديهم، حاجه تحزن فعلا بس هنعمل ايه. بس هي لعيبه كده. يا رب رسالتك وصلت، وانا واثق ان مجلس الاداره يعني هيتكلم مع اللعيبه دي. انتوا عندكم امكانيات تكسبوا بمزاجكم وتخسروا بمزاجكم، وكل حاجه يا جماعه بمزاج اللعيبه دي، والله اقسم بالله كل حاجه بمزاج اللعيبه. عايز ينزل يتمشى في الملعب هيتمشى، عايز يلعب بروح زي اللي احنا شفناها النهارده هيلعب بروح، عايز يجيب جوان هيجيب. 3 ماتشات اللي فاتوا ما جبناش ولا جون، بس هم لما قرروا يجيبوا جوان جابوا 3 في ماتش 1 عادي جدا. عموري بيقول لي اهدى علو ماشي. حاضر، تحياتي ليكم، اتمنى مشاركات في كل مكان، واتمنى قلوب عشان الواد المتغاظ بيدخل بيعمل على طول اضحكني وبيعمل مشاركه على جروبات الاهلاويه، بيفتكروا ان الموضوع ده بيضحك. فاتمنى ان احنا نعمل قلوب ونعمل مشاركات على جروبات الزمالك او على صفحاتنا الزملكاويه عشان الكلام يصل لكل الناس. تحياتي لحضراتكم، اشوفكم على خير، مبروك لجمهور الزمالك، فرحه على الاقل فرحه بانتصار زمالكنا العظيم اللي عزف النهارده اجمل الالحان. تحياتي لحضراتكم، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.